السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف ازاي نبدأ نتعامل مع السنابس او التجاذب. طبعا احنا عندنا اكتر من فيو هنا، فتقدر تشتغل على 3D او في الفرونت او في التوب زي ما انت عايز. خلينا نشتغل في التوب بالشكل دوت، ولو انت عايز تنظمهم ممكن تستغل قائمة فيو وترتبهم بالشكل ده او ده او ده زي ما انت عايز. فانا هركز على التوب وهنبدأ نرسم. طيب عشان افعل موضوع التجاذب هاجي هنا في drawing guides واقول له ان انا عايز افعل السنابس او اطفيها، ومن هنا تطلع لي القائمه بتاعه السنابس. خلينا نرسم لاين، اقول له انا عايز ارسم سمارت لاين اهو. بعد كده هبدا اعمل تجاذب. عندي هنا ديت اللي هي نير سناب، فانا طول الخط ماشي عندي بدون مشاكل خالص. ممكن اختار لا، ده انا عايز اعمل الكي بوينت اللي هي الاند والميدل والاند بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له لا، ده انا عايز الميدل بوينت بس. فلما تيجي ترسم لاين ترسم من الميدل للميدل، بالشكل دوت. يعني هي ادوات بتساعدك في الرسم بتاعت العناصر. ممكن تقول له انا عايز، خلينا نرسم دايره مثلا. في مثلا ممكن ترسم على القوس بتاع الدايره، خلينا نقول له احنا عايزين نرسم سيركل، تمام. فبيقول لي انت عايز ترسم بايه، فانا اقول له سنابس. هنا دي من السنتر، ممكن تقول له من الاتش، فتبدا ترسم من الاتش الاتش والاتش، فعمل رسم دايره بتمر على التلات نقط. خلينا نرسمها مثلا هنا، تبدأ بقى تختار النقطة التالتة بتاعتك بالشكل دوت. ممكن هنا النقط اللي هي متقاطعة بس هي اللي هترسم فيها زي كده مثلا. خلينا نرسم مثلا نرسم لاينز بين النقاط المتقاطعة، هو يبدأ يشوف لك فين النقاط المتقاطعة ويبدأ ان هو يتجاذب معاها بالشكل دوت. تقدر تلغي التفاعل او تفعله من هنا. دلوقتي عايز ارسم خط عمودي، فهقول له فعل لي السمارت لاين واختار اللي هو بيربنديكولار. مثلا انا عايز ارسم عمود على الخط دوت من هنا، فاختار النقطه ديت ويطلع معايا عمودي لحد ما يتقابل مع الخط التاني. هتلاقيه ماشي معايا لحد ما اختار النقطه، فتبقى النقطه دي عمود على الخط الاولاني اللي انا اخترته.